السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حابب أشكر فندق سنترو تاني مرة، لأنه اليوم الحمد لله حظنا حلو قابلنا تاني مخترع، وكل مخترعة ما شاء الله مبدعة. الحلو أنهم بنات البلد، بنات سعوديات، وأنا رحب جدا بأي مخترع قابلته في طريقي من أمة سيدنا محمد من العالم العربي قدم جهاز أو فكرة تنفع الناس. المخترعة دي ما شاء الله بالصدفة سمعت شيء عنها فدورت عليها في تويتر، لقيتها من أظرف الشخصيات اللي قابلتها في حياتي، ما شاء الله. عارفة لما تقول الشخص الهين اللين كده السمح، وهي ما شاء الله بالشكل ده. بعد إذنك أبغى أشوف جهازك، قالت لي حاضر ممكن كده، قالت لي حاضر. فجزاها الله الخير. طبعا هي يعني ما شاء الله تعرف يعني ست بتيت داخلة، بعدين ما شاء الله لقيت زوجها الله يديله صحة العافية داخل شايل الجهاز وراها، فقلت لها أنا عرفنا من المخ ومن العضلات، فالعضلات موجود من وراء الكاميرا والمخ معايا هنا، فهمت عليها كيف؟ فخليها تعرف نفسها وعلى جهاز بقدم خدمة حلوة جميلة بتخدم أي أحد، خصوصا في العصر الآن، في رالي، في سفر، في مطار، في حج، في أي مكان، بطارية جوالي حتخلص، عندي مشكلة هنا ولا هناك، ففي بتقدم حل جدا جميل. كيف حالك؟ الحمد لله، أمورك بخير. شكرا على الاستضافة. لا الله يسعدك يا رب. انا اللي اشكرك انك اديتينا فرصة، انا قابل مخترعين وناس عاملين شغل حلو نفتخر فيه، شيء مفيد. يعني انا افرح لما الاقي احد استخدم وقته وعلمه وخبرته لشيء مفيد. وطبعا نفس المشكلة اللي عندها، تخصصها فؤادي واختراع وهوايتها فؤادي، نفس حكايتي انا. انا ناس احسبه المهندس وانا ما درست هندسة، بس هي ادمان السيارات، فهي نفس الشيء طبقته بشكل اجمل. طبعا عرفينا بنفسك اول شيء. أنا عايشة عدنان السقاف. ونعم فيها عايشة. تخصصي إدارة مشاريع، ماجستير إدارة مشاريع. حبيت أقدم حاجة مختلفة. كنت عايشة أنا في ماليزيا، عشت تقريباً 13 سنة هناك. ما شاء الله. وبدأت المشروع والفكرة بدأت من هناك. أول حاجة بدأت أبني جهاز البيندينج ماشين. بدأت أول حاجة بعلبة كرتون، يعني جبت كرتونة من المكتبة وقعدت أقصقصها أنا وبناتي، وقعدنا إيش نرصقها، ولما عملنا أول جهاز المقاس الأول، هذا القالب الأول كان، أيوه كان شيء صغير مرة، يعني يمكن قد الكاسة كده. طيب أوكي، قد هذه كده كرتونة، وكنت أبيع فيها حلويات. طبعا كانوا بناتي هم يقعدوا إيش يلعبوا. أيوه طيب. هذا كان أول بروتوتايب. بعد كده بدأت أعمله بالإكريليك، كنت اجيب الستريتنر حق الشعر علشان اقدر اعمل الميلات، عشان اقدر اسيحه واعمل الميله السشوار حق الشعر ده. ايوه ايوه. بعد كده رجعت السعوديه هنا وبدات اعمله خشب والومنيوم، واخر نسخه الحمد لله ان شاء الله حتكون متواجده في الاسواق اللي هي نسخه الحديد. الحين كان اعتقد التقنيه كمان 3D برينتر ساعدت في اشياء كثير. ايوه طبعا، انا هناك بدات طبعا اول شيء كمان بعد الكرتون برضه كمان استخدمت ال 3D برينتر، وكانت هي أول نسخة صراحة نزلت يعني في السوشيال ميديا وبدأوا الناس يعرفوها بالـ 3D برينتر. أخذ مني يمكن تقريباً 9 شهور بس علشان أقدر أطلع الشكل النهائي للجهاز بس بالـ 3D برينتر. فبعدها بدأت خلاص عملته حديد وعملت إضافة اللي هي المدى. بدأت أضيف بطايق السراف، إيه بطايق السراف، أبل باي، الفيزا. طب ايش فكره الجهاز حقك؟ هو فيندينج ماشين، جهاز فيندينج ماشين بنى كامل. الفيندينج ماشين اللي الاجهزه اللي بتحط فيها فلوس وتديك منتج، سواء مشروبات او اكل او خدمه او اي شيء، فاي ماكينه بيع ذاتي يسموها فيندينج ماشين. الفرق او الميزه اللي في الجهاز اللي عندنا ان هي كاشلس، من غير فلوس نقديه، يعني كلها بالبطاقه بالQR بلاستيك ماني. بلاستيك ماني فلوس البلاستيكيه. ايوه. فكانت هذه من احد رؤيات 2030 ان هو مجتمع بلا نقود. ف قمت بربط الجهاز المدى بالسيستم حقنا، وبرضه ربطت الكيو ار بيمنت سيستم اللي هو اس تي سي باي وهلله، وربطتها كلها في السيستم. هذا يعني من يوم رجعت من ماليزيا صراحه بدات اعمل حكايه الربط الالكتروني. اي الكتروني. فالجهاز هي فكرتين صراحة. فكرة الجهاز الفيندينج ماشين انك انت ممكن حتى لو انت كجهاز الفيندينج ماشين تبغى تبدأ مشروع، تقدر تيجي تاخذ من عندي الجهاز وممكن اعمل لك اي حاجة انت تبغاه. بس الفكرة كلها اختي عايشة، الناس ما يعرف الجهاز ايش بيبيع.
هي حاجتين. ايوه. الحاجه الاولى انك انت ممكن تاخذ الجهاز الفيندنج ماشين وتحط فيه منتجك. ايوه، بس انك انت ربطت لي هو بالاجهزه الالكترونيه. ايوه بالضبط. فهذا لو انا عندي منتج وحابب اخذ جهاز منك، هذا الجزء الاول او الشق الاول من الاختراع. الجزء الثاني، الجزء الثاني انه انا نزلت بطاريات ديسبوسبل باور بانك تستخدم بس مره واحده. اهي وحنحاول نصور لكم اياه بشكل اوضح بحيث يصير ايش واضحه قدامكم تماما. البطارية هذه تستخدم بس مرة واحدة، فيها طبعا في ايفون وفي الاندرويد وفي تايب سي، فأي حسب جهاز انا اختار، على حسب انت بس تختار الجهاز اللي انت تبغاه وتاخده وخلاص، بس تسحب الشريط اللي في اخر البطارية. أيوة. وحيشتغل على طول يشحن جوالك. كم ملي امبير تقريبا؟ مرة واحدة ديسبوزبل. ايوه ديسبوزبل. أيوة. 2000 ملي امبير. وممكن كمان عندنا برضو اعادة التدوير بعد ما تخلصها، خلاص انت ما تبغاها تحطها برضو ترجعها في نفس الصندوق او اي صندوق في اي مول ثاني. وترجعها، وممكن تاخذ كمان على البطارية اللي بعدها خصم 10% او. طيب ممتاز يعني. ممتاز. فيعني انا لو تزنقت في يوم بدل ما اروح اشتري باور بانك كبير لانه عندي واحد في البيت وسبحان الله نسيته يومه، فابغى شيء ديسبوزبل سريع كده معايا بدل ما انقطع على طول. لا فيها اسلاك ولا فيها ولا تسخن. وحسب نوع، حسب نوع جوالي، ابغى ايفون معايا، اندرويد معايا، اللي يكون اختار نوع الجهاز وتطلع لي البطاريه عليه. هل في اماكن الاحتياج يعني مكان انت حتكون فعلا انقطعت وتبغى اي وسيله اتصال؟ انا اعتقد الجهاز ده حيطلع جدا رائع في الفنادق، في المولات، في مكه، في الحج، في المدينه المنوره كمان وقت العمره والحج، وفي مكه نفس الشيء، في الرالي، في اماكن زي كده السباقات احيانا يكون في اعلاميين كثير. وفعلا يعني يوم ما رحت الرالي حق داكار الله يسلمكم معي باور بانك كبير في 6 انفار سلفوا بالله ممكن شويه ويسحبوا كهرباء من عندي، فاعتقد حيكون يعني خطوه عمليه جدا وحلوه جدا. كم سعره؟ 29 ريال 2000 ملي امبير. وتقدر تحط تاخذ ديسكاونت لما ترجعها عندهم في مكان، حوريكم ماكينه ترجعها فيها تسقط لاعاده التدوير الريسايكلينج، فتاخذ ديسكاونت 10% ثاني. وفي تطوير كمان قادم ان شاء الله، بتقول للاخت عائشه على البطاريه كمان حيكون في تطوير يكون. ايوه البطاريه ان شاء الله حتكون هذه في المطارات بس، حتكون بطاريه مختلفه حتقدر تشحنها، لكن الميزه اللي فيها انه حتكون فيها شرايح نت. حلو. بحيث انك انت تخرج من مثلا من مطار جده وتروح اي دوله في العالم تخدم اكثر من 150 دوله. حلو. خلاص بطاريه الباور بانك معك، النت معك، ما يحتاج انك انت توصل للدوله الثانيه وتروح تشتري شريحه او نت. كم بينزل على الشريحه مثلا دقائق او فلوس؟ يعني هذه لسه صراحه يعني فاينل. أيوة لسه بيو فيجرينج. طيب حلو. فاعتقد حتكون حاجه جدا حلوه. طيب سؤال، لو احد يبغى خدمه البطاريه، بما انه انت مخترع سعوديه وهمنا نخدم بنات بلدنا ومخترع، لو انا مثلا عندي جهاز بس ابغى الفيندنج ماشين من عندك، جهاز اللي هو احط فيه منتجي، او مثلا انا مالك مول سوق وحابب انه والله ادي الخدمه دي للناس، او انه الله يسلمك ويسعدك كده حابب انه انا ادي خدمه للناس تاخذ بطاريات، كيف الناس تتواصل معك؟ هل في لكم موقع نقدر نحطه شيء زي كده؟ بالضبط، في الموقع في ويب سايت للشركه ava.com.sa، يخشوا هناك وفي فورم يعبوه واحنا نتواصل معاهم ونشوف ايش المطلوب وان شاء الله خير. بصراحه اختراع مبدع رائع، وخصوصا انه انت لا ليكي في البطاريات ولا ليكي في الكهرباء ولا الالكترونيات وطلعتي بشيء زي كده، والله يعني انا احييكي واحيي زوجك على الدعم. عاده والست بتدعم الزوج، المره دي هنا الزوج اللي بيدعم الست. بالعكس يعني هذه العلاقه الزوجيه اللي فعلا الواحد يشرف فيها ويفرح فيها لما نلاقي شريكين حياتهم، هو يدعمها هي تدعمه، هو يساعدها هي تساعده، هو توقف معاه هو يوقف معاها، فهذه العمليه هي هذه روح التيم سبيريت، روح الفريق الواحد. الحمد لله. الله يسلمك. صراحه اشكره يعني لانه وقف معايا ودعمني بكل حواسه وبكل شيء صراحه. شايفه شايل الجهاز وداخل فيه ويعني شويه ناقص يقول لي شويه حيخش عضلاتي. الله يسعدكم ويديمكم لبعض. حنحط لكم طبعا صور الجهاز، حكون حطينا لكم اياه وشفتوها، والجهاز بصراحه جدا ظريف لطيف وسهل جدا من كان عمليه السداد او الاستخدام له. وحابب اشكر الاخت عائشه انها قدرت وبصراحه في وقت فراغها وهوايتها مع بناتها مع زوجها انها قدرت تسوي شيء مفيد يفيد الناس ويخدمهم. واتمنى على اصحاب المولات، اصحاب
رجال الاعمال السعوديين انهم دعم بنتنا وبنت بلدنا في عمليه انهم وتوفير خدمه زي هذه للمستهلكين. في كثير من المطارات وغيرها وفي مثلا في الخطوط السعوديه في الفرسان ولا غيرها بيعمل لك مكان انه تشحن جوالك فيه. انا الان مثلا بدي الحق الطائره وما يمديني اشحن جوالي كفايه، اشتري هذه ب 29 ريال احطها في الاقلاع هنا انا مش محتاج انك تفضل واقف جنب السلك وتشحن، خلاص بالذات في المطارات يعني تحتاج انك انت تمشي. حتى جزء في جزئين حلوه، جزء حلو خدمه الناس وجزء الحلو دعم بنت البلد وابن البلد. هذا الاثنين يعني ايكولي مهمين جدا بشكل يعني مهم جدا ومتساوي في الاهميه. اخت عائشه حابه تديني اي معلومه اضافيه اي شيء ولا كده؟ والله انا صراحه حابه اشكرك يعني على بالعكس ما سوينا شيء، انا اشكرك انك فضيت نفسك اليوم وجيتي هنا وديتيني من وقتك. انا والله عاجز اشوف لانه انا افرح فعلا لما الاقي مخترعين عرب وخصوصا اذا كمان كانوا سعوديين خليجيين عرب اي احد، يعني كل ما الاقي اسمع عن مخترع اروح ادور التدوير ادور ابغى فين. فحتى الشباب يقولوا لي اشمعنا؟ يا اخوانا اذا ما اهتمينا في دول هنهتم فين؟ ما هنهتم في مين؟ مع احترامي الشديد فاشينيستات حاجه هنا هناك انا ماني فاضي، انا يهمني مين قدم شيء مفيد لخدمة الإسلام والمسلمين، لأنه أحب عباد الله إلي، أحب عباد الله إلي، أنفعهم لأطفاله وأنفعهم لعياله وأنفعهم لعباده حسب توارد الحالي. فأنا اللي أقول لك شكرا واعتبريني عميل عندك، مع إن أنا عندي قد كده باور بانكس بس دبرا هالشري ده حيكون ده أحلى واحد فيهم لأنه أنا حكون دعمك أنت شخصيا فيه. الله يسلمك إن شاء الله. شكرا لك عائشة وألف شكرا على موعدك ووقتك لي. الله يسلمك، مع السلامة.